مرحبا بكم الناس الكل. اليوم جيناكم بالهاتف ريدمي A2 بلاس وباش نعلمكم كيفية عمل الفورماتاج عند نسيان كلمة المرور أو الرقم السري أو الشيما نمط. كما تشاهدوا هنا عندنا الهاتف مغلق لا يمكن فتحه عند نسيان كلمة المرور. سوف نحاول أكثر من مرة إدخال النمط أو الرقم السري. لا حاولنا أكثر من مرة، هذه المرة الخامسة. لا يمكن استعمال الهاتف إلا بعد 30 ثانية كما تشاهدوا عند تكرار المحاولة أكثر من 5 مرات. ولا احنا باش نعملوا فرمتاج بالنسبة للهاتف هذا باش نفسخوا جميع المعلومات. أول حاجة نغلقوا الهاتف نتاعنا، سكروه، ثم نضغط على رفع الصوت وفتح الهاتف في نفس الوقت. نقوم بالضغط مطولا من ناحية صبعي حتى تأتي كلمة ريدمي. ناحية صبعي الآن من مكان فتح الهاتف، ونقعد ضغط على رفع الصوت من ناحية صبعي ولا حتى تأتيني العلامة هذه انت الفورماتاج. ولا هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية نضغط على فتح الهاتف ورفع الصوت في نفس الوقت. كما تشاهدوا تمت العملية بنجاح، دخلنا لعملية الفورماتاج. هذه ما يسمى بالهارد ريسيت. نقوم الآن بالتنقل إلى فاكتوري ريسيت عن طريق خفض الصوت بالضغط على خفض الصوت ثم الضغط على كوبي. اوكي هي الفتح واغلاق الهاتف. نضغط اوكي ثم نقوم بالضغط على خفض الصوت للتنقل الى فاكتوري داتا ريسيت، ثم نضغط اوكي بالفتح الهاتف. كما تشاهدوا تنقلنا الى روبوت سيستم ناو. نضغط اوكي. لا نقوم الان بالانتظار 10 دقائق، 10 دقائق ليتم عملية الفورماتاج وفسخ جميع البيانات. ولا نقوم بالانتظار 10 دقائق حتى يتم فسخ جميع البيانات ويقوم بعملية الفورماتاج. كما تشاهدوا تمت عملية الفورماتاج بنجاح، كل شيء تفسخ، جميع البيانات تفسخت، رجع الهاتف ضبط مصنع، رجع كما أول ما تشرى عند فتح الصندوق. نختاروا الآن البلد أو اللغة. نحطوا البلد اللي عايشين فيها، نقول له أوكي. هنا باش يطلب منك ادخال الانترنت، باش تحط الواي فاي المود باس. هنا باش يدخل يطلب منك بادخال الجيميل الموجود قبل ما تعمل الفورماتاج والرقم السري بالطبع. هنا نقول لا شيء. الآن ننتظر بضع من الثواني حتى نتمكن من فتح الهاتف. طريقة سهلة ما تاخذش برشا وقت. ديما حاولوا كي تعملوا كون جيميل قيدوه في ورقة ولا خبيوه في مكان مناسب عند الفورماتاج باش تلقى الكونت جيميل نتاعك. ولا كيما تشاهدوا الهاتف اتحل، تمت عمل الفورماتاج بنجاح، لا يوجد رقم سري الآن على هذا الهاتف. ولا إن شاء الله تكون الطريقة عجبتكم.
شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما جديد. إلى اللقاء.